السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث السنة الزراعي أهلا ومرحبا بكم في مادة حاصلات بستانية مادة الزينة النهارده هنتكلم عن تنفيذ وتخطيط الحدائق وقبل ما نتكلم عن تنفيذ وتخطيط الحدائق هنسترجع الحلقة السابقة وهنتكلم خدنا المرة اللي فاتت وخدنا جزئية من درس الأشجار وقلنا في حاجة اسمها البونساي يعني ايه البونساي ان هو بيكون فن تقزيم الاشجار بحيث ان انا اقدر ان انا اقزم الشجرة او اخليها صغيرة بحيث ان انا اقدر احطها داخل المنزل او داخل الغرفة وقلنا ايه اكتر الاشجار اللي ممكن تصلح للبيئة العربية او بتصلح لتقزيم الاشجار قلنا في شجره اسمها شجره السدر عشان لو جالنا في الامتحان لان شجره السدر اكتر الاشجار ان هي بتقدر تتحمل الظروف البيئيه الغير ملائمه وصغر حجمها وان هي بتكون اوراقها لجمال اوراقها بعد كده اخذنا اشكال وتصميمات البونساي لان ممكن يجيلي في الامتحان يقول لنا من اشكال وتصميمات البونساي خدنا العمودي المنتصب وخدنا العمودي اللي منتصب وخدنا المائل وخدنا الشلال وخدنا شبه الشلال وبعد كده اتكلمنا عن الاشجار وقلنا ايه امثله الاشجار الخشبيه آه زي الحور وزي الصمت وزي المهوجني آه واتكلمنا عنها من حيث الاهميه الاقتصاديه ومن حيث صوره التكاثر آه بعد كده اتكلمنا عن طرز الحدائق وقلنا تنسيق الحدائق ان هو بيكون فن على مر العصور وان كل كل عصر بيكون ليه طابع او بيكون ليه نظام معين في تنسيق الحدائق واخدنا انواع الطرز قلت عندي طراز آه الفرعوني والطراز الياباني والطراز الفارسي والطراز الاندلسي والاسلامي وطرز وطرز اوروبا الغربيه واتكلمنا عن طرز اوروبا الغربيه وقلنا منها بيكون الانجليزي والفرنسي والايطالي واتكلمنا عن كل واحده منها وقلنا اهم ما يميزها لانه ممكن يجيلي في الامتحان يقول لي اهم ما يميز الطراز الفرعوني او الطراز الياباني بعد كده تكلمنا عن القواعد اللي, اللي يمكن ان انا بستخدمها في تنسيق الحدائق تعالوا كده نسترجع بسؤالين قبل ما نبتدي في في الدرس الجديد اخذنا لو جالي في الامتحان قال لي يلجا مصمم الحديقه الى ان يجعل الزائر يشعر بان الحديقه أكبر من مساحتها الحقيقية خاصة في الحدائق المنزلية زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلت لو أنا عندي مساحة الحديقة صغيرة وخاصة في الحدائق المنزلية أنا إزاي أخلي مساحة الحديقة تظهر إن هي كبيرة أول حاجة قلتها عدم تقسيم الحديقة إلى أقسام تاني حاجة قلت إقامة أسوار بتكون منخفضه الارتفاع وان انا بزرع الشجيرات اللي هي بتكون قصيره وان انا عشان اربط انا طبعا عندي في الحديقه المنزليه في حديقه اماميه وحديقه خلفيه ان انا بعمل ربط بينهم بمسطح اخضر وبعد كده بزرع سياج في الحديقه فبعمل فيه فجوات بحيث ان هو بيديني منظر جميل وبعد كده ببتدي ان انا ازرع الازهار في دواير بتكون على امتداد حدود الحديقه وليس في وسطها يبقى السؤال ده مهم بيجي في الامتحان يبقى قلنا عدم تقسيم الحديقه الى اقسام ان انا بعمل اقامه اسوار بتكون منخفضه الارتفاع ان انا علشان اربط بين الحديقه الاماميه والحديقه الخلفيه ان انا بعمل مسطح اخضر وان انا بعمل فجوات في سياج الحديقه وبزرع الازهار في دوائر آه بعد كده لو جالي آه سؤال قال لي اكمل يمتاز النظام الفرعوني بان الحديقه ذات نظام زي ما قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت وقلنا ان هو بيكون هندسي متناظر يعني ايه هندسي متناظر يعني انا بصمم العناصر النباتيه اللي هنتكلم عنها شو بعد شويه إن أنا إن أنا بصممها بطريقة هندسية ومعنى كلمة متناظر إن, إن أنا بقسم الحديقة إلى نصين بيكونوا متشابهين أو بقسمها إلى أربعة بعد كده والعنصر المائي يتمثل فيه الفصاقي بتكون بتكون على شكل مستطيل تاني حاجة يمتاز النظام الأشوري بأن الحديقة ذات تناظر هندسي زي قلنا زي حديقة بابل المعلقة. آه بعد كده أهم ما يميز الطراز الإسلامي إن أنا بزرع النخيل في مجاميع حول منابع المياه آه هنا في الطراز الإسلامي آه بيكون الطراز هندسي متناظر ولا الطرق بتكون متعمدة وبتعطي أرضياتها بتغطي آه أرضياتها ببلاط بيكون ملون آه وبعد كده بتقام عليه التكاعيب ده بالنسبه اهم ما يميز الطراز الاسلامي يبقى قلنا اهم ما يميز الطراز الاسلامي ان انا بزرع النخيل في مجاميع حول منابع المياه تاني حاجه ان الطراز بيكون هندسي متناظر والطرق بتكون متعامده وبتغطي ارضياتها ببلاط ببلاط ملون تقام عليها التكاعيب. بعد كده من طرز اوروبا الغربيه آه الطراز الفرنسي الطراز الإيطالي الطراز الإنجليزي. آه بعد كده أخذنا آه القواعد اللي الواجب مراعاتها عند تصميم الحديقة. أول حاجة خدناها المقياس وقلنا إن لازم يكون لكل حديقة مقياس رسم آه بحيث إن أنا بقدر أحدد العناصر الحديقة آه سواء بالسنتيمتر أو سواء, أو سواء بالمتر. بعد كده التناسب يكون بين الحديقة، عناصر الحديقة في تناسب، آه بعد كده السيادة قلنا يعني ايه السيادة؟ آه قلت في عنصر من عناصر الحديقة بيكون سائد او بيعمل آه على اجذاب النظر على جذب النظر آه بحيث ان هو بيكون سائد على باقي العناصر، بعد كده قلنا محور التصميم التناظر التوازن الاتساع. البساطه، التوافق والتنافر، الالوان في الحديقه، التكرار والتنويع، ده بالنسبه للسؤالين يعني ابتدينا ان احنا نسترجعهم من درس الحلقه اللي فاتت، النهارده هنتكلم عن نظم وتخطيط الحدائق، بالنسبه لنظم وتخطيط الحدائق عندي في نظم وتخطيط الحدائق عندي اربع نظم. أول حاجة عندي النظام الهندسي آه, تاني حاجة النظام الطبيعي آه, تالت حاجة النظام المختلط آه, رابع حاجة عندي النظام الحديث. آه, بالنسبة لأول حاجة عندي النظام الهندسي أه طالما انا قلت نظام هندسى يبقى أه قبل ما اتكلم عن النظام الهندسى أه أه انا عندى عناصر الحديقه بتكون عباره عن عناصر نباتيه اللى هى عباره عن النباتات الاشجار الشجيرات المتسلقات أه الاسيجم النباتات العشبيات المزهرة النباتات المائية والنصف مائية النباتات الشوكية والعصارية ده بالنسبة للعناصر النباتية وعندي بعد كده المنشآت لما آجي أتكلم عن المنشآت بقول عناصر بنائية زي الطرق والمشيات زي أماكن الجلوس زي البرجولات بعد كده عندى عناصر مائية عندي زي البرك عندي زي البحيرات الصناعية والنافورات دي بتكون الحاجات دي كلها ببتدي ان انا اعملها بنظام هندسي بالنسبه اول حاجه عندي الطرق والمشايات ان هي بتكون مستقيمه او بتكون دائريه يبقى انا هنا ببتدي ان انا اعمل عناصر الحديقه كلها بطريقه هندسيه يبقى عندي الطرق والمشايات بتكون بطريقه مستقيمه او بتكون دائريه آه بعد كده يراعى قص واحد ديت النبات ان انا ببتدي ان انا بعمل عمليه قص للنباتات آه بعد كده ان انا بزرع النخيل والاشجار من النوع الواحد وبتكون متناظره قلت يعني ايه متناظره ان هي ان انا بقسم الحديقه الى نصين وببتدي الى نصين بيكونوا متشابهين بعد كده التناظر هنا في الوحدات والنباتات بيكون إما ثنائي أو بيكون رباعي أو بيكون شعاعي بعد كده عندي أن هي بتحط بأسوار, بأسوار نباتية اللي هي عبارة عن السياجة النباتية إن أنا بعملها سور نباتي دي بتكون قابلة للقص والتشكيل بعد كده أن أنا بزرع المتسلقات على البرجولات سواء كانت مزهرة أو غير مزهرة إن أنا بزرع النباتات المتسلقة عندي زي مثل الجهنمية الياسمين الزفر ست الحسن ببتدي إن أنا أزرعهم على البرجولات بعد كده إن أنا بستخدم النظم الهندسية كعنصر مكمل لتصميمات الأبنية يبقى هنقول تاني النظام الهندسي قلنا الطرق والمشايات بتكون مستقيمة أو بتكون دائرية، هنا يراعى قص وحدية النباتات إن أنا بزرع النخيل والأشجار من النوع الواحد بتكون متناظرة، هنا التناظر بيكون إما ثنائي أو بيكون رباعي أو بيكون شعاعي، بعد كده بحط تحاط بأسوار نباتية، قلت أسوار نباتية. اللي هي بتكون عبارة عن الأسيجة دي بتكون قابلة للقص والتشكيل بعد كده إن أنا بستخدم المتسلقات إن أنا بغطي بها البرجولات دي سواء بتكون مزهرة أو غير مزهرة وقلت أمثلة المتسلقات ست الحسن الياسمين الزفر الجهنمية بعد كده إن أنا بستخدم النظم الهندسية كعنصر مكمل لتصميمات الأبنية ده بالنسبه للنظام الهندسي هناخد بعد كده النظام الطبيعي وطبعا النظام الهندسي ده بيكون مثال للي هو الطرز الطراز الفرعوني اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت طبعا الشكل اللي انتوا شايفينه ده شكل النظام الهندسي هنا انا قلت بيكون تناظر رباعي وبيكون تناظر شعاعي زي ما حضراتكم كده شايفين ان انا مقسمه هنا الحديقه إلى أربعة إلى أجزاء إلى أربع أجزاء بيكونوا متشابهين يبقى تناظر رباعي. بعد كده عندي تصميم الحديقة على النظام الطبيعي يعني ايه على النظام الطبيعي؟ إن أنا بترك العناصر النباتية بطبيعتها أول حاجة إن أنا بزرع المسطحات، المسطحات ده بيكون أهم عنصر في النظام الطبيعي وإن أنا بزرع الأشجار والشجيرات. في مجامع غير هندسية لأن أنا بقول عليه النظام طبيعي يبقى هنا أنا بزرع الأشجار والشجيرات في مجاميع غير هندسية ويفضل على عدم قصها وإن أنا بتركها على طبيعتها بسيبها على طبيعتها وعدم إقامة أحواض زهور في وسط الحديقة يبقى هنا بالنسبة للنظام الطبيعي قلنا المسطحات الخضراء دي بتكون اهم عنصر ان انا بزرع الاشجار والشجيرات في مجاميع غير هندسية وان انا بتركها علي طبيعتها وعدم اقامة احواض من الزهور بعد كده الطرق احنا قلنا في النظام الهندسي قلنا الطرق بتكون مستقيمة او دائرية. هنا الطرق بتكون غير منتظمة وبتكون منحنية بس بيكون بشكل غير مبالغ فيه يعني ان انا بس بسيبها بطبيعتها بس بشكل غير مبالغ فيه بعد كده عند المنشآت اول حاجة ان انا بطليها بالوان بتكون هادئة وان انا بزرع مجاميع من الاشجار والشغيرات او المتسلقات وان انا بستخدم المواد الطبيعية في المباني والسلالم مثل الاخشاب وبعض الاحجار يبقى هنا تنفيذ وتصميم حديقه علي النظام الطبيعي يبقى قلت اول حاجه ان انا بستخدم المسطحات الخضراء دي بتكون اهم عنصر عندي وان انا بزرع الاشجار والشجيرات في مجاميع غير هندسيه وتترك علي طبيعتها وعدم اقامه احواض زهور في وسط الحديقه بعد كده بالنسبه عندي للطرق ان هي بتكون غير منتظمه ومنحنيه بشكل طبيعي بس بيكون غير مبالغ فيه هنا المنشات بتطلب الوان هادئه وتغطى بمجاميع من الاشجار والشجيرات والمتسلقات وحولها حولها وبستخدم المواد الطبيعيه في المباني والسلالم مثل الاخشاب وبعض الاحجار ده بالنسبه لتنفيذ تصميم حديقه على النظام الطبيعي طبعا احنا قلنا المره اللي فاتت الطراز اللي هو بيكون طبيعي زي الطراز الياباني ودي بتكون اشكال حديقه على الطراز الطبيعي زي ما حضراتكم كده شايفين ان الاشجار تطرى يعني الاشجار اهي بتنمو على طبيعتها طبعا ما بعملهاش عمليه قص وتشكيل بعد كده عندي النظام المختلط يعني ايه نظام مختلط ان انا بحاول ان انا اجمع بين النظام الهندسي وبجمع بين النظام الطبيعي في مساحه واحده ان انا اهم حاجه ان انا بعتني بالاشكال الهندسيه وبحافظ علي المناظر الطبيعيه عندي هنا يعني بيكون اقرب مثال زي حديقه الحيوان بالجيزه دي بتعتبر علي النظام المختلط ان انا بستخدم اشكال هندسيه وان انا بحافظ علي المناظر الطبيعيه. يبقى هنا النظام المختلط ده بيكون خليط بين النظام الهندسى وبين النظام الطبيعى قلت ان انا بعتنى بالاشكال الهندسيه وبحافظ على المناظر الطبيعيه زى حديقه الحيوان بالجيزه بعد كده هنا بقى عايزين نعرف النظام المختلط بالنسبه للمنشات المائيه والفساقي بتتوسطها النافورات والتماثيل والأكشاك والمقاعد والكباري بتكون مصنوعة من الخشب وبتكون مصنوعة من الحديد هنا البناء بيكون بأشكال هندسية منتظمة يبقى المنشآت هنا بتكون بطريقة هندسية يبقى هنا المنشآت المائية والفساقي بتتوسطها النافورات والتماثيل والأكشاك والمقاعد والكباري المصنوعة من الخشب والحديد والبناء بتكون بأشكال هندسية منتظمة هنا بتنشأ المسطحات الخضراء بتكون على مستويات مرتفعة أو منخفضة دون تحديدها دون تحديد حوافها يبقى هنا أنا المسطحات أنا بتركها على طبيعتها سواء كانت مرتفعة مرتفعة او سواء كانت منخفضه النمو بتاعها مرتفع او منخفض ان انا بسيبها على طبيعتها دون تحديد حوافها بعد كده ان انا بستخدم المجموعات الشجيريه بستخدمها بكسرة في الاركان او حواف الحديقه ببتدي ان انا احط شجيرات في اركان وحواف الحديقه بعد كده ان انا بوزع ببتدي ان انا اوزع النباتات بطريقه عشوائيه في الحديقه هنا بالنسبه لتشكيل الاشجار والشجيرات هنا بيكون بالتقليم يعني ايه بالتقليم ان انا ما بديهاش شكل بيكون شكل بيكون هندسي لكن انا بعمل عمليه تقليم لو عندي افرع متزحمة ببتدي ان انا اشيلها افرع مصابه ببتدى ان انا اشيلها افرع مكسوره ببتدى ان انا اشيلها ميته ببتدى ان انا اشيلها يبقى هنا ان انا بعمل عمليه تقليم ان انا بشيل الافرع لو فى افرع متزحمه او مصابه بس ان انا ما بعملش للشجره شكل هندسى هنا تتخذ احواض الزهور أشكال هندسية زخرفية بتكون مختلفة يبقى لما آجي أتكلم عن النظام المختلط يبقى هنا أنا أتكلمت إن أنا بعتني بالأشكال الهندسية وأحافظ على المناظر الطبيعية يبقى هنا أنا المنشأت عملتها بطريقة هندسية لكن بالنسبة للنباتات ابتديت إن أنا أسيب المسطحات الخضراء بطبيعتها سواء مرتفعة أو منخفضة الارتفاع سبتها بطبيعتها دون تحديد حوفها ان انا ببتدي ان انا اوزع النماذج الفردية بطريقة عشوائية في الحديقة وان انا بشكل الاشجار والشجيرات بالتقليم وان انا بعمل احواض الزهور بطريقة بتكون هندسية ده بالنسبة للنظام المختلط بعد كده ده شكل النظام المختلط عندنا بعد كده عندي النظام الحديث ده بيطلق عليه اللي هو النظام الاوروبي ده بيكون نظام بسيط جدا لا يتقيد بقواعد التنسيق مثل المحاور والتماثيل بيميل الى البساطه والبعد عن التعقيد بعد كده ان انا بعمل عمليه تحرير للخطوط الهندسيه وبحولها الى اشكال مبسطه وان انا بستخدم اقل عدد من النباتات وبتكون ذات صفات جماليه خاصه يبقى بالنسبه للنظام الحديث فى تنسيق الحدائق ده بيطلق عليه النظام الاوروبي هو بيكون نظام بسيط لا يتقيد بقواعد التنسيق المعروفه مثل المحاور والتماثيل ده بيميل الى البساطه والبعد عن التعقيد وتحرير الخطوط الهندسيه وتحويلها الي اشكال مبسطه وان انا بستخدم اقل عدد من النباتات وتكون ذات صفات جماليه خاصه، ده بالنسبه للنظام الحديث زي ما حضراتكم كده شايفين شكل النظام الحديث ان هو بيكون نظام بسيط وعدد النباتات هنا بتكون قليله. يبقى اتكلمنا عن نظم تخطيط الحدائق وقلنا اربع نظم النظام الهندسي النظام الطبيعي النظام المختلط والنظام الحديث هنتكلم عن كيفيه اختيار النباتات المستخدمه في تنسيق الحدائق بالنسبه عندي استخدام النباتات ازاي انا بختار النباتات اللي انا هستخدمها في تنسيق الحدائق اول حاجه ان هي تكون ملائمه النوع النباتي للظروف البيئيه من حيث نوع التربه من حيث ان هو بيكون نبات مشمس او بيكون نبات محب للظل يبقى هنا ملائمه النوع النباتي للظروف البيئيه سواء نوع التربه او ان هو بيكون نبات مشمس مشمس او ان هو بيكون نبات محب للظل لان زي ما احنا عارفين ان كل نبات بيكون ليه نوع تربه معين أه بينجح فيه أه وبرضه فى نباتات بتكون محبه للشمس وفى نباتات بتكون محبه للظل فانا لازم علشان اختار النباتات لازم اراعى ان, هي أه إن انا اختار النباتات على حسب ملائمتها لنوع التربه وعلى حسب اذا كان نبات مشمس او نبات محب للظل آه تاني حاجه آه ان تكون نباتات المجموعه الواحده ذات صفات خضريه متباينه لابراز جمال كل نبات يعني ان هي بتكون صفاتها الخضريه بتكون متشابهه بحيث ان انا اقدر ان انا ابرز جمال كل نبات فيها آه بعد كده عندي توافق النباتات من حيث الحجم مع مساحه الحديقه. يعنى ايه توافق النباتات من حيث الحجم مع مساحة الحديقة لو أنا عندى نباتات لو أنا عندى مساحة حديقة صغيرة ببتدى إن انا أزرع نباتات عشبية بزرع شجيرات بزرع النباتات اللى هى بتكون صغيرة لكن لو أنا عندي مساحة كبيرة بزرع فيها أشجار يبقى هنا بزرع النباتات على حسب الحجم المساحة اللى بتكون موجودة عندى فى الحديقة بعد كده طبيعة ومراحل نمو النبات وملأمته للموقع لان احنا زي ما احنا عارفين انا بيكون عندي في نباتات بتكون حولية وفي نباتات بتكون معمرة وعندي في نباتات بتكون متساقطة وفي نباتات بتكون مستديمة فانا لازم ان انا طبيعة ومراحل نمو النبات هل بتقدر ان هي تلائم المكان اللي انا هزرع فيه ولا لأ بعد كده رغبة صاحب الحديقة رغبته رغبة صاحب الحديقة أنا عندي حديقة أنا عايزة أزرع إيه من النباتات نوع معين من النباتات وإن هو بيكون له القدرة إن هو يقدر إن هو يعمل صيانة للحديقة يبقى تعالوا نقول الكلام ده تاني يبقى كيفية اختيار النباتات لأن ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي أذكر كيفية اختيار النباتات المستخدمة في تنسيق الحدائق يبقى اول حاجه ملائمه النوع النباتي للظروف البيئيه على حسب نوع التربه على حسب ان هو نبات مشمس او نبات محب للظل بعد كده ان تكون نباتات المجموعه الواحده ذات صفات خضريه متباينه لابراز جمال كل نبات بعد كده توافق النباتات من حيث الحجم مع مساحه الحديقه بعد كده طبيعه ومراحل نمو النباتات وملأمتها للموقع زي ما احنا قلنا لان بتكون في نباتات حوليه او بتكون في نباتات معمره او في نباتات بتكون مستديمه او في نباتات بتكون متساقطه وفي نباتات مثمره ونباتات غير مثمره وفي النبات بيكون خشبي او بيكون نبات عشبي ده بالنسبه لطبيعه ومراحل نمو النبات بعد كده رغبه صاحب الحديقه لزراعه نوع معين من النباتات ومقدرته علي صيانتها بالحديقه ده بالنسبه لكيفيه اختيار النباتات المستخدمه في تنسيق الحدائق بعد كده هنتكلم عن العناصر النباتيه اللي انا قلتها في بدايه الحلقه اللي هي عناصر الحديقه قلنا عناصر الحديقه دي بتشتمل على عناصر نباتيه وعلى المنشات. بالنسبه للعناصر النباتيه بتكون عندي زي الاشجار والشجيرات والاسيجه والمتسلقات والنباتات العشبيه المزهره النباتات الشوكيه والعصاريه النباتات المائيه ونصف مائيه والمسطحات الخضراء دي بالنسبه للعناصر النباتيه بالنسبه عند المنشات انا قسمتها الى عناصر بنائيه والى عناصر مائيه بالنسبه للعناصر البنائيه عندى زى الطرق والمشيات والمقاعد واماكن الجلوس البرجولات الاقواس والعقود المجسمات البنائيه الاحواض البنائيه بعد كده عند العناصر المائيه البرك والبحيرات الصناعيه والنافورات والفسقيات ده بالنسبة للعناصر الحديقة يبقى قلنا عناصر الحديقة يبقى لو جالي في الامتحان تشتمل عناصر الحديقة على نقط ونقط يبقى عناصر نباتية ومنشآت يبقى قلنا العناصر النباتية مثل الأشجار والشجيرات والأسيجة والمتسلقات والنباتات العشبية المزهرة والنباتات الشوكية والعصارية والأبصال المزهرة والمسطحات الخضراء. واخدنا المنشات قلنا العناصر البنائيه الطرق والمشيات المقاعد واماكن الجلوس البرجولات الاقواس والعقود المجسمات البنائيه الاحواض البنائيه آه بعد كده عند العناصر المائيه البرك والبحيرات الصناعيه والنافورات والفسقيات لان برضو ممكن يجيلي في الامتحان تشتمل العناصر البنائية على نقط ونقط يبقى الطرق والمشيات والمقاعد واماكن الجلوس تشتمل العناصر المائية على نقط ونقط يبقى البرك والبحيرات الصناعية والنافورات والفسقيات وهنبتدي ان احنا نتكلم عن كل واحدة فيهم يبقى احنا اتكلمنا عن نظم تخطيط الحدائق واتكلمنا عن كيفيه اختيار النباتات اللي انا اقدر ان انا ازرعها عند تنسيق الحدائق واتكلمنا وهنتكلم عن عناصر الحديقه اول حاجه عندي بالنسبه لعناصر الحديقه انا قلت اول حاجه عناصر نباتيه بالنسبه للعناصر النباتيه اللي هي بتكون زي الاشجار احنا خدناها قبل كده الاشجار لو تفتكروا ان احنا قلنا ان هي بتكون نبات خشبي بيكون ارتفاعها اكتر من 4 متر بعد كده احنا قلنا بيكون لها اغراض اقتصاديه واغراض بيئيه انا هنا هستخدمها في تنسيق الحدائق الغرض ان انا بستخدمها في تنسيق الحدائق ان انا توفير الظل وان هي بتستخدم كمصدات رياح وان انا بعمل بعمل منها ستائر نباتيه والمزهر بيكون كشكل جمالي او للالوان في الحديقه يبقى بالنسبه للاشجار ان انا بستخدمها لتوفير الظل وبستخدمها كمصدات رياح وكستائر نباتيه والمزهر منها كمصدر للالوان في الحديقه او كمصدر جمالي في الحديقه بعد كده انا زرعت الاشجار او عملت عمليه تنسيق في الحدائق ان انا بزرع الاشجار اول حاجه ما يجب مراعاته عند استخدام الاشجار طبعا زي ما قلت من شويه ان انا الاشجار ان انا بزرعها في حاله مساحه الحديقه اللي هي بتكون كبيره آه طب انا دلوقتي عايزه ازرع لو انا عايزه اعمل حديقه آه عايزه ازرع اشجار وفي مباني آه لازم تبعد عن المباني بحوالي واحد ونص متر يبقى ممكن يجي لنا في الامتحان تبعد الاشجار عن المباني بحوالي او بمسافه نقط يبقى واحد ونص متر ان انا ابتدي ان انا ازرعها بعيده عن المباني بواحد ونص متر آه تاني حاجه آه عند زراعه الاشجار للظل يجب ان هي وقوع الظل على, المرا... على المكان المراد تظليله على مدار اليوم يعني انا عايزه مكان ان انا اخلي فيه الظل ببتدي ان انا بزرع الاشجار في المكان ده بحيث ان هي توفر الظل على مدار اليوم بعد كده الاشجار الضخمه ان انا بزرعها على مسافه 3 متر من المشايات لو انا عندي مشايات ببتدي ان انا بزرعها بتبعد عن المشايات بمسافه 3 متر طب لو جالي علل ان انا برضو في تنسيق الحدائق ان انا بيفضل ان انا بستخدم الاشجار اللي هي بتكون عميقه عميقه الجذور وان انا ما بستخدمش الاشجار اللي هي بتكون سطحيه يبقى حتى لا تعيق انا ما بستخدمش الاشجار السطحيه ليه حتى لا تعيق نمو النباتات لان انا عندي لو الجذور سطحيه لو انا جيت زرعت نباتات عشبيه ممكن تعيق نمو النباتات وتتعارض مع العناصر البنائيه في الحديقه يبقى عشان كده يفضل ان انا ازرع الاشجار عميقه الجذور وان انا ما اختارش الاشجار السطحيه يبقى حتى لا تعيق نمو النباتات ولا تتعارض مع العناصر البنائيه زي المقاعد واماكن الجلوس يبقى حتى لا تتعارض معها يبقى زي ما قلنا ما يجب مراعاته عند استخدام الاشجار ان هي تبعد عن المباني مسافه واحد ونص متر تاني حاجة عند زراعة الأشجار للظل إن أنا يجب وقوع الظل على المكان المراد تظليله على مدار اليوم بعد كده علشان أزرعها أزرع الأشجار لازم إن هي تبعد عن المشايات بمسافة 3 متر وقلنا علل تختار الأشجار أو اختيار الأشجار عميقة الجذور عن الاشجار السطحيه يبقى حتى لا تعيق نمو النباتات الاخرى ولا تتعارض مع العناصر البنائيه فى الحديقه يبقى اول حاجه عندنا فى العناصر النباتيه الاشجار تانى حاجه هناخدها الشجيرات بالنسبه عندى هنا الشجيرات ان انا بس طبعا زى ما احنا عارفين ان الشجيرات بيكون ارتفاعها اقل من الاشجار بيكون اقل ارتفاعها بتكون اقل من اربعه متر هنا انا بزرع الاشجار بزرع الشجيرات في مساحه بتكون صغيره في الحدائق اللي هي بتكون صغيره وان انا بزرعها كستائر نباتيه ان انا بعملها كستائر نباتيه وان انا لو انا عندي دواير الازهار ببتدي ان انا ازرعها خلف الدوائر. طب ليه ليه انا بزرع الشجيرات كستائر نباتيه وبزرعها خلف دواير الازهار لتحقيق تدرج في الارتفاع لان انا بعمل تدريج في الارتفاع من النباتات القصيره فالمتوسطه بعد كده الاكثر ارتفاع يبقى لتحقيق تدرج في الارتفاع. وممكن ان انا بزرع الشجيرات بحيث ان انا بعمل عزل اجزاء الحديقه يبقى العزل اجزاء الحديقه عن بعضها بعد كده ان انا بستخدمها كاسوار نباتيه داخليه او خارجيه اما ان انا بزرعها من بره الحديقه من الخارج او من الداخل ان انا بزرعها كسور نباتي آه بعد كده ان انا بزرع الشجيرات اللي بتكون محبه للشمس ان انا بزرعها في الجهه الابليه وبزرع الشجيرات اللي بتكون محبه للظل بزرعها في الجهه البحريه آه بعد كده طبعا بالنسبه للشجيرات في بعضها آه بيكون غزير التفريع وسهل ان انا اشكله آه بحيث انه هو بيعطي منظر آه جمالي آه عندي زي الدورانتا مثل الدورانتا يبقى دي بتكون غزيره التفريع وسهل ان انا اشكلها وبتعطي مظهر جمالي بعد كده بعضها بيعطي ازهار للقطف زي الورد والفل يبقى بالنسبه هنا للشغيرات ان انا بزرعها يبقى انا بزرع الشغيرات في المساحه اللي هي بتكون صغيره ان انا بزرعها كستائر نباتيه او بزرعها كخلف دواير الازهار قلنا ليه الكلام ده علشان تحقق تدرج في الارتفاع وان انا بعمل ممكن بعمل عزل بعض اجزاء الحديقه بعد كده ان انا بستخدمها كاسوار كسور بدل ما بعمل سور ببتدي ان انا بستخدمها كسور سواء داخلي او كسور خارجي بعد كده بالنسبه للشجيرات ان انا بزرع الشجيرات بتكون محبه للشمس في الجهة القبلية وبتكون محبة للظل في الجهة البحرية وبزرع اللي هي بتكون الشجيرات غزيرة التفريع بحيث ان انا بقدر ان انا اشكلها عندي زي الدورانتا وان انا بزرع ازهار القطف مثل الورد والفل ده بالنسبة لتاني حاجة في العناصر النباتية يبقى قلنا اول حاجة عندي قلت الاشجار تاني حاجة الشجيرات آه بعد كده آه ثالث حاجة عندي الأسياجة النباتية آه يعني إيه السياج نباتي إن بتكون عبارة عن نباتات إن أنا بعملها كسياج نباتي إن أنا بزرعها سواء داخل الحديقة أو خارج الحديقة إن أنا بعملها على هيئة حائط وإن هي بتاخد شكل منتظم آه يبقى هنا آه هي نباتات تقص على هيئه حائط يبقى انا بخلي الاسيجه بتكون على هيئه حائط حول الحديقه او بين اقسام الحديقه بالنسبه لانواع الانسجه ان انا بزرع ورقيه السيجة بتكون ورقيه خضراء او ملونه وبزرع برده بتكون غير مزهره او بزرع السيجة بتكون مزهره او بس بزرع اسيجه مانعه دي بتكون فيها اشواك او اسياجة غير مانعة لا يوجد بها اشواك ممكن ان انا بزرع الاسياجة المانعة دي لمنع دخول اي حد الحديقة يبقى هنا بالنسبة للأسيجة ان هي بتكون نباتات تقص على هيئة الحائط وإن هي تأخذ الشكل المنتظم حول الحديقة من الخارج أو بين أقسام الحديقة الداخلية قلنا انواع الحضي... انواع الاسيجه عندي ورقيه خضراء او ملونه غير مزهره وقلنا في اسيجه بتكون مزهره وفي اسيجه مانعه ذات اشواك وفي اسيجه غير مانعه بدون اشواك تعالوا بقى نعرف ايه هي اغراض استخدام الاسيجه اول حاجه ان بتعمل تحديد للحديقة وحمايتها يبقى قلت أنا بدل ما بعمل سور ببني سور إن أنا بستخدم النباتات اللي هي عبارة عن الأسيجة إن أنا بزرعها كسور إن أنا بزرعها كسور أو كحائط يبقى هنا ببتدي إن أنا بحدد الحديقة وحمايتها آه تاني حاجة حجب المنظر لو في مناظر غير مرغوب فيها في الحديقة ببتدي إن أنا بزرع أنسجة يبقى بتعمل على حجب المناظر الغير مرغوب فيها وان منع زحف الرمال والاتربة وان هي بتعمل كمصدات رياح ومنظر خلفي اخضر للاحواض لاحواض الزهور يبقى بالنسبة عندي اغراض استخدام الاسيجة اول حاجة تحديد الحديقة وحمايتها تاني حاجة حجب المناظر الغير مرغوب فيها في الحديقة منع زحف الرمال والاتربة وان هي بتعمل كمصدات رياح ومنظر خلفي لاحواض الزهور ده بالنسبة لأغراض استخدام الأسيجة عشان ممكن يجيلي في الامتحان أغراض استخدام الأسيجة بعد كده رابع حاجة عندنا المتسلقات بالنسبة للمتسلقات دي إن أنا بزرعها في المداخل إن أنا بغطي بها المداخل أنا بستخدمها طبعا عندي المتسلقات زي أمثلة زي ست الحسن والياسمين الزفر والجهنميه دي انا بستخدمها كمتسلقات هنا استخدمها ايه ان انا بغطي بها المداخل بغطي بيها البوابات والبرجولات وبغطي بها التكعيب وبغطي بها اماكن الجلوس بعد كده ان هي بتكون مصدر للون الاخضر والازهار خاصه في الحدائق في الحدائق الصغيره وان انا ممكن بزرعها كمغطيات تربة وبزرعها كنماذج فردية يعني بزرعها لوحدها على هيئة شجيرات بتكون متهدلة لأن الساق طبعا بتاعت لأن ساق المتسلقات بتكون ضعيفة مثل ست الحسن يبقى بالنسبة للمتسلقات يبقى هنا استخدامها ان انا بغطي بيها المداخل وبغطي بيها البوابات وبغطي بيها البرجولات والتكاعيب واماكن الجلوس وان هي بتكون مصدر للون الاخضر والازهار خاصه في الحدائق الصغيره وان انا بستخدمها كمغطيات للتربه وان هي بتزرع بزرعها كنماذج فرديه علي هيئه شجيرات بتكون متهدله مثل ست الحسن ده بالنسبه للرابع حاجه عندنا المتسلقات بعد كده عندنا الابصال المزهره بالنسبه للابصال المزهره ان انا بزرعها امام الشجيرات وبزرع في مجموعات ممكن بزرع من ستة ل 12 بصله وان انا بستخدمها كازهار قطف يبقى هنا عندي امثله الابصار المزهره عندي زي الزنبق والنرجس والسوسن دي بتكون امثله للابصار المزهره وان انا بستخدمها كازهار قطف ان انا يمكن ان انا بزرعها امام الشجيرات فبزرعها في مجاميع بزرع من ستة الى 12 بصله وبعد كده بستخدمها كازهار قطف لكن ان هي بتمتاز باختلاف انواعها لان طبعا كل كل نبات بيكون ليه اختلافات بيكون مختلف سواء في ميعاد الزراعه سواء في الوان الازهار يبقى خامس عندنا يبقى خامس حاجه عندنا في العناصر النباتيه يبقى اتكلمنا عن الاشجار اتكلمنا عن الشجيرات اتكلمنا عن الاسيجه اتكلمنا عن المتسلقات قلنا الابصال المزهره ان انا بزرعها في احواض امام الشجيرات وان انا بزرعها في مجاميع من ستة الى 12 بصله وان انا بستخدمها كازهار قطف لكن ان هي بتمتاز ان كل نوع بيختلف سواء في ميعاد الازهار او الوان الازهار ده بالنسبه للابصال المزهره قلنا طبعا امثله الابصال المزهره النرجس السوسن الزنبق دى بتكون ابصال مزهره بعد كده عند النباتات الشوكيه والعصاريه بالنسبه هنا للنباتات الشوكيه والعصاريه ان هي بتنمو في مدى واسع بتنمو في طبعا الظروف البيئيه وجميع انواع الاراضي وان انا ممكن بستخدمها في الحدائق الصخريه لان هي بتقدر ان هي تتحمل الظروف البيئيه الغير ملائمه وان هي بتقدر ان هي تتحمل العطش بالنسبه عندي امثله للنباتات الشوكيه والعصاريه عندي زي اليوكا وعندي طبعا زي صبار اجاف صبار جلد النمر صبار بلدي دي بالنسبه للنباتات الشوكيه والعصرية يبقى يبقى سادس حاجه عندنا في العناصر النباتيه النباتات الشوكيه والعصرية قلنا بتنمو في مدى واسع بتنمو في الظروف البيئيه وفي جميع انواع الاراضي وان ممكن انا بستخدمها في الحدائق الصخريه مثل اليوكا بعد كده عندنا النباتات المائية ونصف مائية بالنسبة عند النباتات النصف مائية دي لا تستكمل يعني ان هي ما بتقدرش ان هي تعيش ان المجموع الجزري والمجموع الخضري ما, بيكون ما بيكونوش موجود ما بتقدرش ان هي تستكمل حياتها تحت المية لكن هنا بالنسبة لنصف مائية ان هي ممكن بتنمو على حواف البحيرات وعلى حواف المستنقعات عندي امثله ليها زي الكنه والكله دي بتكون نباتات نصف مائيه ان هي بتنمو على حواف البحيرات والمستنقعات بعد كده عندي النباتات المائيه دي بتنمو تحت سطح التربه يبقى هي بتكون موجوده تحت سطح التربه دي بتكون منها انواع مزهره مثل ورد النيل واللوتس وممكن منها يصلح ان انا بزرعه كنموذج فردي مثل البامبو يبقى بالنسبه للنباتات المائيه والنصف مائيه النباتات النصف مائيه دي ما بتقدرش ان هي تستكمل حياتها كلها في الميه لكن بتنمو على حواف الترع وعلى حواف البحيرات والمستنقعات لكن بالنسبه للنباتات المائيه دي بتعيش تحت الميه او بتعيش في الميه منها بيكون المزهر مثل ورد النيل وزي اللوتس وممكن في بعضها انا بستخدمه كنموذج فردي مثل البامبو ده بالنسبه للنباتات المائيه بعد كده عندي المسطحات الخضراء بالنسبه للمسطحات الخضراء ان هي بتكون نباتات عشبيه نجيليه بتكون معمره او حوليه بتغطي المساحات الواسعه من الحدائق وان هي بتحقق الربط بين اجزاء الحديقه وهنا اللون الاخضر بيعمل كخلفيه لباقي الالوان في الحديقه يبقى المسطحات الخضراء قلنا ان هي بتكون نباتات عشبيه خضراء منها بيكون معمر او منها بيكون حولي دي بتغطي مساحه من الحديقه وبتقدر ان هي تربط اجزاء الحديقه ببعضها واللون الاخضر بيعمل كخلفيه في الالوان في الحديقه لباقي الالوان في الحديقه يبقى ده بالنسبه للمسطحات الخضراء يبقى قلنا النباتات المائيه والنصف مائيه بعد كده المسطحات الخضراء قلنا نباتات عشبيه بتكون حوليه او بتكون معمرة آه دي بتغطي المساحات الواسعة من الحديقة وبتعطي او بتحقق الترابط آه بين اجزاء الحديقة واللون الاخضر آه بيعمل كخلفية لباقي آه الالوان في الحديقة آه ده بالنسبة آه تامن حاجة عندنا المسطحات الخضراء آه بعد كده هنتكلم عن آه مجموعة النباتات العشبية الحولية والمعمرة بالنسبة عندي مجموعة النباتات العشبية المزهرة الحولية والمعمرة دي أنا بقدر إن أنا أكمل بيها الصورة النهائية للحديقة وإن أنا بزرعها كسياج أخضر أو أو بيكون في منها المزهر زي عباد الشمس أو في بعض أنواع النباتات إن أنا بزرعها تحت الأشجار عندي زي الوين وزي أبو خنجر ده ان انا بقدر ان انا ازرعه تحت الاشجار في بعض الانواع بتكون غزيره التفريع وبتكون زحفه دي انا بقدر استخد... استخدمها كمغطيات تربه يبقى بالنسبه عندي مجموعه النباتات العشبيه الحوليه والمعمره ان انا بكمل بيها الصوره النهائيه للحديقه وان انا بزرعها كسياج اخضر او في او بيكون منها المزهر مثل عباد الشمس وان انا بزرع تحت الاشجار مثل الوينكاروزا وابو خنجر وفي بعض الانواع بتكون غزيره التفريع بقدر ان انا استخدمها كمغطيات تربه في حاجه في العشبيات المزهره اهم ما يراعى عند انشاء التنسيقات الزهريه انا بالنسبه للعشبيات المزهره عايزه اعمل بيها تنسيقات اول حاجه ان انا ببتدي ان انا احسب نسبة المساحة المنزرعة بالنسبة للمساحة الكلية للحديقة يبقى زي ما أنا قلت ببتدي لكل عنصر من عناصر الحديقة بيحدد لي مساحة في الحديقة هنا أنا هشوف نسبة المساحة اللي أنا أقدر أزرعها من العشبيات المزهره قد ايه بالنسبه للمساحه الكليه للحديقه تاني حاجه التأثير الجمالي للتنسيق الزهري ان انا ابتدي ان انا انسقها بحيث ان هي بتعطي مظهر جمالي بعد كده ان انا بجمع بين الازهار والاحجار والتماثيل بالنسبه هنا في الحدائق المائيه والفساقي ان انا بستخدم الزهور وبستخدم الماء وبستخدم الحجاره بعد كده عندي عند التنسيقات ان انا بنفذها في اشكال هندسيه وبستخدم فيها عده انواع ولازم الانواع اللي انا هستخدمها تكون ذات ارتفاع واحد وذات حجم واحد يعني تكون كلها الارتفاع بتاعها واحد وحجمها بيكون واحد يبقى ممكن يجي في الامتحان أهم ما يراعى عند إنشاء التنسيقات الزهرية يبقى أنا بتكلم عن تاسع حاجة اتكلمنا عنها النباتات العشبية الحولية والمعمرة هناخد أهم ما يراعى عند إنشاء التنسيقات الزهرية يبقى قلنا نسبة المساحة المنزرعة بالنسبة للمساحة الكلية في الحديقة تاني حاجة التأثير الجمالي للتنسيق الزهري إن أنا بجمع بين الأزهار والاحجار والتماثيل في الحدائق المائيه والفصاقي ان انا بستخدم الزهور والماء والحجاره هنا التنسيقات بتكون في اشكال هندسيه وان انا بقدر ان انا استخدم عده انواع بس لابد ان تكون ذات ارتفاع واحد وحجم واحد ده اهم ما يراعى عند انشاء التنسيقات الزهريه آه بعد كده هناخد ايه هي اشكال التنسيقات الزهرية آه بالنسبة اشكال التنسيقات الزهرية آه اما ان هي بتكون في اشكال طبيعية او بتكون في اشكال هندسية يبقى ممكن يجي في الامتحان اشكال التنسيقات الزهرية يبقى هنا هنتكلم عن ذات آه اشكال طبيعية الاول وبعد كده هنتكلم عن التنسيقات الزهرية ذات اشكال هندسية بالنسبه عندي التنسيقات الزهريه ذات اشكال طبيعيه عندي زي المجموعه اول حاجه عندنا المجموعه يعني ايه مجموعه ان هي بتكون عدد من النباتات من نوع واحد او انواع مختلفه بنزرعها جنب بعضها بس في شكل غير هندسي يبقى بالنسبه للمجموعه ان هي بتكون عدد من النباتات من نوع واحد او انواع مختلفه بنزرعها متجاورة بس بشكل غير هندسي، يبقى دي بالنسبة عندي المجموعة، تاني حاجة عندنا في أشكال التنسيقات ذات الأشكال الطبيعية عندي أول حاجة المسطح الزهري، بالنسبة للمسطح الزهري ده بيكون عبارة عن مساحة صغيرة بتزرع بالعشبيات المعمّرة فوق المسطح الأخضر. بعد كده عندنا اللون الزهري وهو ينشا من نوع واحد او نوعين فقط وتكون ذات لون واحد او لونين وتكون مساحه الزراعه صغيره او كبيره مزروعه بالعشبيات المعمره بعد كده عندي الشريط تزرع الزهور على شكل شريط طويل بجانب ممشى او مبنى وبكده تكون انتهت حلقتنا أه واتمنى لكم التوفيق والنجاح والى اللقاء فى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته